قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سائل يقول الأضحية هل كانت في من كانوا قبلنا وهل لها ثواب؟ أقول وبالله التوفيق نعم قد كانت الأضاحي في من كانوا قبلنا، دل على ذلك قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ومن الأقوال في المنسك موعدا ومكانا وموقتا للذبح والله أعلم. أما الأدلة على استحبابها فمنها قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التضحية عليه الصلاة والسلام، هذا وهل هي واجبة؟ أقول وبالله التوفيق بل هي مستحبة ليست بواجبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضح من أمته، فقال مجعا شاة على الأرض واضعا رجليه على صفاحها قائلا اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد في شاة من الشياة، والأخرى اللهم هذا عن من لم يضح من أمتي. سائل يسأل أيضا هل يجوز شراء اللحم وتوزيعه للناس ويكون بمثابة الأضحية؟ لا يجوز ذلك، لأن الذبح نفسه نسك من الأنساك، الذبح في نفسه نسك من الأنساك، عبادة من العبادات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حبيت أسأل عن مسألة التكفين وتجهيز الميت، بينما يعني كثر القتل في بلادنا وفي بلاد مثل اليمن بأيدي أهل السعود الذين يقتلون المظلومين هناك في اليمن وهم ناس مدنيين عاديين، فلماذا هذا الإجرام من قبل الدولة السعودية على الأطفال اليمنيين؟ اغفل يا أخي الكريم. يا يسأل سائل قائلا كفارة اليمين هل يلزم التتابع فيها في الصيام أم أنه يجوز صيام أيام كفارة اليمين متفرقة؟ أقول وبالله التوفيق بل يجوز صيام الأيام الثلاثة متفرقة، يوما وتفطر ويوما وتفطر كل جائز، إن تابعت الصيام جائز إن فرقته جائز، ذلك لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يذكر التتابع، ولو كان التتابع واجبا لذكر كما قال تعالى في كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، في واحد شخص جاي له شغلانة تبع بنك بس هيوصل الناس، يعني هيبقى بره البنك مش جوه البنك، هيوصل الناس ويودي ويجيب، أو شغلانة سفر أو أي حاجة، بس التعامل بتاعه والقبض هيبقى مع البنك. عمله جائز مع الكراهة. نعم؟ جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، بارك الله فيك.
يسأل سائل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخ. نعم. عندي سؤال جزاك الله خيرا. وإياك وجزاك. عندنا مسجد وبجانبه بيت يصلون فيه الناس لأن المسجد يكون عامرا. هل تسمعني يا شيخ؟ قلت عندكم مسجد وبجواره بيت والناس يصلون في البيت لكون المسجد عامرا مليء بالمصلين. نعم. ما السؤال؟ نعم. السؤال هل الصلاة جائزة؟ نعم جائزة ما دامت الصفوف ممتدة والصوت مسموع فالصلاة جائزة. جائز أن يصلي الناس خارج المسجد إذا ملئ المسجد بالمصلين. نعم. سائل يسأل عن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السكال الخير الشيخ مصطفى. الله يبارك فيك. الله يلبسك ثوب الصحة والعافية. وإياك والمسلمين جميعا والمسلمات. أقول الذي سأل عن الكفارة يقول الصيام الصيام. أنا أقول لو نبهت كثير من العوام مع الأسف يتصور أن أول ما يبدأ ليس بالترتيب باختيار بل بالترتيب. أحسنت. بينت لك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أخوكم جزاه الله خيرا ينوه على أمر ألا وهو أن الذي يحنث في يمينه لا يبدأ بالصيام ولا يجوز له أن يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. ذلك لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد وهذا تنويه أخيكم فعلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام فلا يصار إلى الصيام إلا عند عدم وجود الإطعام وعدم استطاعته. لكن كان السؤال متعلقا هل يجب فيها التتابع أم تكون متفرقة؟ الأمر فيها واسع ولا يجب التتابع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يمكنك أن تدعو يا شيخي؟ هل يمكنك أن تدعو لي فأنا مريض بمرض كمرض سيدي؟ يا إخوان انتبهوا لمن يتصل ماذا يقول. اتفضل اتفضل. ما سؤالك؟ أرجو منك أن تدعو لي. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. الله يوفقك لكل خير يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك بارك الله. لما نشاهد التلفاز ونرى نساء متبرجات على الشاشة تبث من القنوات مثلا بي بي سي عربي، نريد رد منكم ومن قنوات الأخرى مثل العربية في مثل هذه القنوات التي تبث نساء متبرجات. أشكرك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فهذا نداء من أخ مسلم للقنوات الفضائية المسلمة التي تبث للناس أخبارا وتبث للناس غير ذلك، فيذكرهم بتقوى الله سبحانه وألا يخرجوا نسوة متبرجات على القنوات. ذلك لأن الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الحديث. والقنوات التي تظهر نسوة كهؤلاء النسوة بلا شك مشاركة في الإثم، وأصحابها أيضا يأثمون لنشر هذه الرذيلة، رذيلة التبرج. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا والشيء بالشيء يذكر، فإني رأيت بعض القنوات الفضائية عليها صور لعدد من المشايخ وأهل العلم اجتمعوا بطريقة على بعض شواطئ بعض الدول، أذهبوا عن أنفسهم مهابة العلم، يجري بعضهم وراء بعض، وبعضهم يذكر نكتا والآخرون يضحكون، ويركب بعضهم الحميرة ويجري بها هنا وهنا. أساءوا إلى دينهم وأساءوا إلى أنفسهم بنزع مهابة العلم عن أنفسهم. فبعد أن كانت مادتهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بمادتهم النكت والأضحكات والجلوس بطريقة وضحك هستيري لا يفعله العقلاء فضلا عن الشيوخ والعلماء، فلا يغتر أحد بهذا الصنيع، فهو صنيع في الحقيقة مزري بفاعليه. وأرجو من أهل العلم أن يحافظوا على مهابة العلم وأن يحافظوا على قال الله قال رسوله، فكثير منهم بلغ 60 من عمره وأعمار أمة محمد بين 60 و70، وما كان من اللائق بأمثال هؤلاء الذين كانوا زمنا فضلاء. ونسأل الله لهم الثبات على الفضل أن ينهاروا هذا الانهيار ويخلعوا عن أنفسهم تاج الوقار وعن ألسنتهم تاج قول الله وقول رسول الله. نسأل الله الهداية للجميع. ذكرت ذلك لأن هذا أصبح مسلكا في كثير من البلاد، ابتعد الكثيرون عن قال الله قال رسول الله، ونزع كثيرون مهابة العلم والعلماء عن أنفسهم، وبدأ كثيرون يظهرون على المسارح بالأضحوكات والأهازيج والنكات، وهذا لا يليق بأهل العلم، وليس هذا من شأن الأنبياء ولا من شأن المرسلين ولا من شأن الصحابة الفضلاء ولا التابعين لهم بإحسان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وأدامك الله علينا وإياكم. شيخ عندي سؤال. اتفضل. يجوز الصلاة في مسجد لا يحسنون تسوية الصفوف، يعني تجد الصف فيه فروجات أو معوج. الصلاة تصح مع الكراهة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تسوية الصفوف لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولا شك أن تسوية الصفوف لها أثر في تعظيم أجر المصلين، وقد ذكر بعض العلماء في أسباب التفاوت في أجر الجماعة أحيانا صلاة الفرد في جماعة تعدل صلاته وحده ب27، وأحيانا ب25، أحيانا ب21 أو 23. قالوا إن هذا التفاوت من أسبابه تحسين الصفوف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ماذا عندك يا شيخي؟ يا شيخي أسألك الدعاء، إني مريض مرضا خبيثا، هل يمكنك أن تدعو لي بالشفاء؟ نسأل الله أن يعافيك من كل سوء ومن كل مكروه، أنت وسائر مرضى المسلمين، ولكن لي عتب، لا تصف المرض بأنه خبيث،
ذلك لأن الأمراض كفارات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد امرأة يقال لها أم السائب كانت تزفزف من شدة الحمى، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، فعليه لا يجوز سب الأمراض، فإن الذي قدرها هو الله، والذي يشفي منها هو الله. نسأل الله لنا ولك العافية والسلامة وللمسلمين والمسلمات، آمين. السلام عليكم. سلام عليكم. نعم. نحب نبدأ الشيخ الأخ الكريم، أنا من الجزائر، الجزائر. نعم. أنا من الجزائر، حبيت أن نسأل الشيخ. اتفضل اتفضل. اتفضل. ماذا عندك؟ عليكم. عليكم السلام. الشيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونسأل الله لنا ولك أن يعلمنا العلم النافع. اللهم امين، ويتبع ذلك بالعمل الصالح والنوايا الحسنه. ووفقنا للصراط المستقيم. نعم. ونسأل رب العالمين ان يوحد المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، معاي الشيخ؟ تفضل وقل بخير. قل خيرا أو اصمت. معاي الشيخ، يعني ممكن أسأل الشيخ؟ اسأل بالحسنى، والله رقيب عليك. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يا شيخ، يعني أحد الأخوة غرد أنه غناته طالبة عشية وحكموا عليه بشهر سجن، اسمه قاسم الخالدي. هل هذا الحكم صحيح وشرعي؟ هل يجوز هذا الحكم؟ قاسم الخالدي اسمه. سائل يسأل، بغض النظر عن سؤال الأخ الذي سأل، فيسألني هل الحكم صحيح أو غير صحيح. أنا لا أعرف الحكم، ولا أعرف المتهم، ولا أعرف القضية، ولا أعرف من حكم، ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، بارك الله فيك. يعني أظنه، الله يغفر لنا ولك. يقول: هل إخراج الشخص ثلث الشاة من الأضحية واجب، أم يجوز أن يقلل عن الثلث أو يزيد عن الثلث؟ ليس الثلث بواجب، إنما كل ذلك مستحب. وأيضا هل يستحب الثلث أو أقل من الثلث؟ الأمر في ذلك كله واسع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أسألك يا شيخ جزاك الله خير، أنا رجل أتعاطى علاج نفسي، الله يعافيك، وهذا يسبب لي نعاس شديد شديد، فأحيانا أنام عن بعض الصلوات في أوقاتها، وأحيانا أجد نفسي جهاد شديد حتى أقضي الصلاة في وقتها، ولكن لا أعلم ماذا أقول يا شيخ جزاك الله. فأحيانا من شدة النعاس أقرأ التحيات بدل الفاتحة، فماذا علي أن أفعل؟ هل اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، إن نمت عن صلاة وعوفيت وتيسرت لك إعادتها ألزمت بإعادتها، وصلي وأنت مستريح تدري ما تقول. أما إذا كنت لا تدري ما تقول فاسترح حتى تدري ما تقول، حتى لا تذهب تستغفر تسب نفسك، عافانا الله وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله، محبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستاذن حضرتك سؤالين معلش. اتفضل. أول سؤال، هل يجوز للمصلين لو اللي جنبه مثلا بعيد عنه يجوز ان هو يشده ويوقفه جنبه في الصلاة ولا لا؟ يجوز. تمام. تاني سؤال، كنت أسأل حضرتك يعني في التضييق اللي بيحصل للمشايخ،
بحيث ان هم ممكن يعني يمنعوا ان هو يدي درس في مسجد او يعني عامه من ذات القاهره، يعني بنلاقي تضييق كبير جدا عليهم. نسال الله ان يصلح الاحوال، وغمه وتزول ان شاء الله، فالايام يداولها الله بين الناس. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبرم لامه محمد امر رشد تتيسر فيه سبل الدعوه الى الله، وتتيسر فيه سبل بث العلم الشرعي. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، لدي بعض الاسئله وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. السؤال الاول، بعض الائمه يذكرون في صيغه التوبه الصيغه اللي هي بتقول قولوا معي جميعا نستغفر الله العظيم الى اخر هذه الصيغه، يقولها والمأمومون يقولها وراء، هل هذه الصيغه تصح؟ لم ترد بهذه الكيفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. ماشي. السؤال الاخر، هل هذا الشعر من الاشعار الجائزه الذي يقول فيه صاحبه واحسن واجمل منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، هل هذا الكلام يصح؟ الاخير لا يصح بلا شك، انما كما يشاء الله سبحانه، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. ماشي. وما صحة هذا الحديث، من حج ولم يرفص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ صحيح صحيح. ماشي. والسؤال الأخير لو سمحت، صحة الحديث الآخر الذي يقول يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله إلى آخر الحديث؟ صحيح صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ليا سؤالين ورجاء ممكن؟ تفضلي. هو حضرتك السؤال الأول، هل لحظة واحدة حضرتك، وحضرتك هل يجوز لمن يعمل صدقة جارية لذويه من المتوفين أن يضع عليها أسمائهم ويقول ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة؟ وإن نصح بأن فيها شبهة رياء لم يمتثل فهل يأثم؟ ده السؤال الأول حضرتك، أسمع وبعدين أكمل. خير إن شاء الله. السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز تأخير بيان الشيء عن وقته؟ وهل يأثم من فعل ذلك لغير ضرورة؟ ده حضرتك السؤال الثاني. الرجاء بعد إذن حضرتك، نرجو توجيه نداء لدور النشر الدينية تحري الدقة، وأن يكون هناك مصحح لغوي يرجع المسودة الأولى قبل الطبع حتى نتفادى الأخطاء اللغوية والمطبعية. وجزيت مخيرا. جزاك الله مثلاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تسأل عن كتابة اسم المتصدق عليه هو ميت على الصدقة الجارية، كأن ينشئ أقرباء الميت مسجدا للميت ويقولون مثلا مسجد فلان نرجو الدعاء له بالمغفرة. إذا أمن الرياء لا بأس بذلك. وقد علق البخاري الترجمة إذ قال في كتاب المساجد، هل يقال مسجد بني فلان؟ نقول، وأورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، فهنا أطلقوا اسم مسجد بني زريق، فهذا يسوغ كتابة الأسماء أو تسمية المساجد بأسماء أشخاص إذا كانت الفتنة مأمونة والبعد عن الرياء كذلك موجود. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة لغير عذر فلا يجوز عند كثير من أهل العلم، إلا أن الأخت قيدت إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
فإذا دعت ضرورة فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تهيب الأخت بدور النشر أن يضع مصححا لتفادي الأخطاء المطبعية قبل أن تدخل الكتب الطبع، وجزاها الله خيرا على توجيهها، فهو توجيه مسدد. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضل. عندي لدي أقارب يتامى، وكل شهر أدفع لهم مرتب مالي، ولكن لا أستطيع أن أويهم داخل السكن، فهل تتحقق الكفالة بتصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في الجنة، كافين في الجنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالكفالة على قسمين: كفالة بالمال، وكفالة بالإيواء والرعاية. فإذا فعلت واحدة أثابك الله، لكن ليس من فعل واحدة كمن فعل الإثنتين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ليه عند حضرتك سؤالين يا شيخ الله يكرمك. اتفضل. السؤال الأول: هل يجوز تكفير المسلم الذي ينطق الشهادتين دون إثبات شروط وانتفاء موانع في حقه، كمثل تكفير علماء الكيمياء وعلماء الدوات وغيرهم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: استنبط العلماء والطعن في المشايخ مثل الشيخ حسان والشيخ الحوين والشيخ العدوي وغيرهم، هل هذا نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام كله، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر؟ هل هذه الأمور تمضي عند الله سبحانه وتعالى بدون مسألة ودون حساب؟ وجزاكم الله خير. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبلا شك أن الحكم بالكفر على الأشخاص مسألة من أخطر المسائل وأشدها وأنكاها على المتلفظ بهذا اللفظ قبل غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وفي رواية: وإلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال. ولذا فإنا نعتب على كثيرين ممن يظهروا في الفضائيات ويتسرعون، بل ويتهورون على الأصح، ويرمون الناس بالكفر بأسمائهم وأعيانهم دون أن يكونوا سمعوا منهم من اليقين ما يثبت هذا الحكم، أو سمعوا منهم أعذارهم في هذا القول الذي قالوه. فللتكفير ضوابط، وكذلك هناك انتفاء الموانع عن الذي حكم عليه بهذا الحكم. فنرى تسرعا وهمجية من بعض القنوات التي يأتي عليها أقوام في زي أهل علم، ويخوضون في أعراض الناس، ليتهم يشتمونهم حتى يقولون: ابن كذا وابن كذا. هذا أهون من أن يرمونهم بالكفر، لأن الرمي بالكفر تتبعه أمور، منها سفك دمه، منها أن يفارق زوجته، لا يرث، لا يورث، إلى آخر ذلك من متبوعات الحكم بالكفر. فلا نوافق أبدا هؤلاء المتهورين الذين يقذفون الناس بالكفر دون تثبت أو تريث، بل وكثير منهم لم يره في حياته قط. وليست كل الأخبار التي تنقل عن الأشخاص تكون ثابتة، ليست كل الأخبار التي تنقل على الأشخاص تكون ثابتة. هذا وبالله التوفيق. أما عن أعراض المسلمين، فأعراض المسلمين يجب أن تصان، يجب أن تحفظ. وكل من يتخوط في أعراض أي مسلم سيسأل يوم القيامة عن تخوضه في عرض المسلم. فالنبي قال: كل المسلم على المسلم حرام،
دمه وماله وعرضه. وحديث المفلس لا يخفى عليك، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأطمئن الأخ السائل وفقه الله بأن الله قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. نعم. الهجرة إلى غير بلاد المسلمين والإقامة فيها حكم الشرع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذين يذهبون إلى بلاد أوروبا الكافرة أو أمريكا التي لا دين لها، هؤلاء ظني والله أعلم أن كثيرين منهم يذهبون لدنيا ولإصابتها، فهم بعيدون إذن عن الهجرة إلى الله ورسوله. فلا يظن بالذاهب إلى أمريكا أنه ذاهب لإقامة دينه وللمحافظة على إسلامه، لا يظن ذلك بأغلبهم، إنما الظن المتبادر أنهم يهاجرون لدنيا يصيبونها أو غير ذلك من متاع الدنيا الفاني الزائل الرخيص هذا. وقل منهم من يهرب خشية سجن أو خشية سفك دمه أو نحو ذلك، قل من يفعل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نقول لك أنا راجل مزارع وعندي مزرعة مانجا، نتعامل مع معلم في سوق العبور بيبيع لي المانجا، في الأيام اللي ما فيهاش مانجا بنحب ناخد من عنده قرض على بات ما المانجا تيجي في السنة اللي بعد منها، هل القرض ده يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان القرض ملزما لك بأن تسلمه المانجو لبيعه لك فسيكون قرضا نفعا، والقرض الذي يجر النفع يعد ربا. أما إذا كان يقرضك لوجه الله دون اشتراط منه عليك أن تسلمه منتجك من المنجو فلا بأس ويشكر على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الذي سألتك من قريب عن كفالة اليتامى. وقد أجبتك والحمد لله. أريد التوضيح فقط يا شيخ لو سمحت. أنا تسمعني يا شيخ؟ أسمعك والله الحمد. لدي رغبة شديدة في يعني أن أكون لدي كفالة يتامى طبق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقاربي هؤلاء ما أنا متزوج يا شيخ، لدي أولاد وكل ودي أولاد لكن لا أستطيع أن أويهم داخل المسكن تاعي، فلم أجد طريقة أخرى إلا الكفالة عن طريق المال، فهل تحقق الكفالة لك نيتك؟ إن كنت تريد وربي يعلم ما في قلبك أن تفعل خيرا ككفالة يتيم بالإيواء الإطعام، ولكن حيل بينك وبين ذلك فإن شاء الله أنت مأجور. إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر والله أعلم.
يسأل عن كم يجزئ الجمل في الأضحية. أقول وبالله التوفيق، الصحيح أن الجمل يجزئ عن سبعة أبيات، فإذا اشترك أرباب سبعة أبيات في الجمل أجزأ عنهم. أما الرواية التي فيها أن البدن تجزئ عن عشرة ففيها في سندها بعض الكلام، والأصح أن الجمل عند جماهير العلماء يجزئ عن سبعة أبيات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شاب مسلم. يا شيخ. أنت شاب مسلم، بارك الله فيك. أنا شاب مسلم أحب الله ورسوله. أسأل الله ذلك. أحب الله ورسوله. وسخر لي الله تعالى في العمل في بنك. وبعد ليس في مصلحة القروض. ليس بعيدا عن القروض. ولم أجد نعم ولم أجد عملا آخر. يعني أنت تعمل في الربا أو ما يتعلق به، أم أنك بعيد عن الربا؟ نعم يا شيخي، أنا أبيع المال للناس. عموما الجواب مجمل، إذا كان عملك في الربا أو ما يتعلق به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا لابسة النقاب بقالي 4 سنين وعندي كرشة نفس، مبقدرش أخد نفسي خالص ولا ماشي، وعندي طفل عنده 2 سنين وما عنديش أي حد خالص يجيب لي أي طلباتي. هل دلوقتي ينفع لا ولا أخد وزر؟ كم عمرك يا أختي؟ عن 30 سنة. إذا صدقت فيما قلت أنك تتضررين بالنقاب جدا وليس لك من يقضي طلباتك، إن صدقت فيما قلت فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن أنصحك بمراجعة قولك ومراجعة نيتك، فالله الرقيب عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. دلوقتي أنا منضحي بنص عجل كل سنة. وعليا ند اللي أنا لو ربنا كرمني في حاجة هنذبح عجل، وربنا كرمني بالحاجة دي، هل ينفع إن أنا نذبح عجل كبير على بعضه بنية الندر وبالأضحية؟ لا هو عفوا، لا سيكون نذرا فقط. لأنك يعني أنت نذرت أن تضحي بعجل. ولم تسمى عجلا كبيرا أو صغيرا، ففي في رقبتك عجل للوفاء بالنذر، فإذا ذبحت كبيرا أو صغيرا فهو وفاء للنذر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا: اشترى كبشا وادخره للأضحية فكسرت رجله، هل يجوز أن يضحي به؟ لا يجوز له أن يضحي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها. يسأل سائل قائلا: هل يجوز أن أضحي عن أبي الميت؟ نعم يجوز ذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة
حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإيمان والإسلام. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.